مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كويرية في الذاكرة. نلتقي مرة أخرى ضمن حلقات سلسلة في البالي تشكيلة، وكما وعدناكم سابقا في الشريط الإعلاني، في اليوم غنتكلم على التشكيلة النموذجية لمنتخب الأحلام، المنتخب الوطني المغربي لسنة 1986، واللي شارك في نهائيات كأس العالم بالمكسيك طبيعة الحال سنة 1986. تشكيلة اللي كان كيحفظها الكبير والصغير، ميمكنش تسأل شي مغربي في تلك الفترة وتقول لي تعطيني التشكيلة النموذجية ديال المنتخب الوطني المغربي، واللي كيحفظها كان كيحفظ الكل عن ظهر قلب. المنتخب الوطني المغربي اللي حقق المعجزة وعشنا معاه لحظات تاريخية، عشنا معاه الأمجاد وعشنا معاه الأحلام. يعني كنا كنتفرجوا في لقاءات المنتخب الوطني المغربي ونتساءل واش هذا هو المنتخب الوطني المغربي اللي حقق نتائج طيبة، وكان أول منتخب عربي وإفريقي كيمر الدور الثاني في المكسيك سنة 1986. ولا تكلمنا على التشكيلة النموذجية ديال المنتخب الوطني المغربي لسنة 1986، فسنذكر العناصر التالية: حراسة المرمى بادو الزاكي، رقم 2 المدافع الأيمن خالد العابد خليفة، المدافع أيسر عبد المجيد المريس، وسطي الدفاع مصطفى البياز ونور الدين البحياوي. التشكيلة هي أمامكم. في الوسط عبد المجيد الظلمي، تيمومي، عزيز بودربالة. الهجوم الحداوي، كريمو، وخيري. وكانوا كيدخلوا بعض العناصر كبدلاء، منهم حسينة إذا كانت وعك حسينة أو البحياوي أو المريس، لأن حسينة كان كيشغل ظاهر أيسر ووسط الدفاع. وكان كيدخل أيضا عزيز سليماني ومصطفى ميري الشقيق ديال كريمو. منتخب 1986 كان منتخب مكمول، ولو ان المغاربه كانوا كيتمناو ملي داز المنتخب الوطني المغربي للدور الثاني، كنا كنتمناوه يمشي بعيد لو ما كانش واحد التعنت ديال الفاريه، لان كانوا شي عناصر كانوا كيستحقوا يمشيوا يساعدوا المنتخب الوطني المغربي سنة 1986، ولكن ما مشاوش. وعلى هو مشى معهم أمان الله، ولكن أمان الله كان ديما كان عنده واحد المشكل مع فاريا ما كانش كيدخلوا، وكنا كنتمناو أمان الله لو شارك في مقابلة المنتخب الوطني المغربي سنة 1986، وكذلك الجناح الطائر عبد الرحيم الحمراوي. عبد الرحيم الحمراوي اللي حتى هو كان عنده مشكل مع فاريا، وكان مشى مع المنتخب الوطني المغربي سنة 1985 أو 86، يعني قبل النهائيات كانوا داروا لعبوا واحد المقابلة حبية في إيرلندا الشمالية، وكان عبد الرحيم الحمراوي كان أبلاء البلاء الحسن، وكان ضوخ الدفاع الإيرلندي بالمراوغات ديالو. وهنا كنشوفوا التدخلات الرجولية ديال مصطفى البياز اللي كان سد منيع امام المنتخبات اللي لعب مع المنتخب الوطني المغربي، مع كامل الاسف ما شاركش في مقابله الدور الثاني ملي واجه المنتخب الوطني المغربي المنتخب الالماني، وكان دخل في المكان ديالو حسينه. هناك عده تاويلات على عدم مشاركه مصطفى البياز في تلك المقابله امام المانيا، كل واش كان كيحكي، والمصادر كانت كتقول بان مصطفى البياز كان عنده توعك ملي المنتخب الوطني المغربي كان ديك الفرحه الهستيريا ضد المنتخب البرتغالي، فكان عناق ديال اللاعبين، وكان شي لاعب ربما مس البياز في الضلع ديالو او الكتف ديالو، وداك الشيء اللي جعل البياز يتغيب على لقاء المانيا. يعني عناصر
ديال الأحلام ومنتخب ديال الأمجاد ديال المنتخب الوطني المغربي اللي عشنا معاه لحظات تاريخية قل نظيرها. وكانت وانتم كتشوفوا التوغلات ديال الجوهرة التيمومي شافه الله هنا ضد ألمانيا، ثلاثة اللاعبين كيحيطوا بالتيمومي، التيمومي كانت عنده واحد اليسرى ساحرة، وأتحفنا المنتخب الوطني المغربي بلقاءات رائعة غتبقى خالدة. وحنا كنقدموها هنايا كاين المهاجم المرعب خيري اللي سجل تلك الإصابات الرائعة في شباك المنتخب البرتغالي. وقعت أحداث كثيرة من بعد مونديال 1986، كان وفاة المذيع اللي وصف اللي سمعتوه وصف إصابات ديال المنتخب الوطني المغربي في شباك المنتخب البرتغالي، المرحوم محمد العزاوي اللي كان هو وسعيد زادوق، وكان الصياح ديالهم كيتسمع من بعيد، وكان يعني على ديك الهستيريا اللي كان خلى المنتخب الوطني المغربي. فالمذيعين سعيد زادوق ومحمد العزاوي رحمه الله، ف يعني عشنا معهم تلك اللحظات التاريخية. وهنا كنشوفوا برج الدفاع المغربي نور الدين البحياوي. ومن بعد ذاك الإنجاز فكنا استمعنا للفنان المحجوب الراجي اللي كان تحفنا بواحد القصيدة على المنتخب الوطني المغربي، ولعل البيت اللي كان أثارنا البيت الشعري ديالو وهو عومي يا كورة عومي بين الظلم والتيمومي، هذه كان قالها المرحوم المحجوب الراجي رحمه الله. وهانتم كتشوفوا التدخلات ديال بادو الزكي، وهذه هي التشكيله النموذجيه اللي كنرجوها الاجيال المتعاقبه اللي ما عاش داخل الحدث ديال مكسيكو سنه 1986 في الحراسه بادو الزكي، مدافع ايمن خليفه، مدافع ايسر عبد المجيد المريس، خطي الدفاع البياز والبحياوي، في الوسط الظلمي عبد المجيد، عزيز بودربالة والتيمومي، والهجوم كان الحداوي وكريمو وخيري. وهذه هي التشكيلة النموذجية اللي عشنا معها الأمجاد، وعشنا معها مقابلة خالدة غدا تبقى في الأذهان. وكنتمناو الصحة والعافية والشفاء العاجل لمحمد تيمومي وجميع